صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين إلى النشرة الصباحية التي نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية، ونستعرض معكم أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ونتفاعل معكم من خلال مشاركاتكم اليومية. والبداية مع العناوين. جيروسلم بوست تقول إن سياسة البيت الأبيض تجاه وكلاء إيران تغيرت بعد الضربة في سوريا. القناة 13 الإسرائيلية تقول إن بايدن لم يرد على مكالمات لابيد، وإن أوستن لن يلتقي غانس في واشنطن. أما عناويننا التي رصدناها من خلال تفاعلاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، فدائما مع زميلتي مي المهندس. مي صباح الخير. يسعد صباحك ضحى وصباح جميع المشاهدين. نستعرض معا عناوين اليوم لمنصات التواصل الاجتماعي. نعم. رقم صادم لعدد حالات الطلاق في مصر والمتهم كورونا. قبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة الصباحية مشاهدينا، نتوقف مع موجز لأهم الأخبار. مصادر الحدث تكشف أن مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هو من يدرس الرد الأمريكي على الملاحظات المتعلقة بصيغة الاتفاق النووي، بينما سيكون 5 سبتمبر المقبل موعدا لتوقيع اتفاق في حال أقرته طهران. مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول إن أي اتفاق نووي سيتم مع إيران لن يمنع واشنطن من محاسبة طهران بشأن أنشطتها الإرهابية. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من أن الاتفاق النووي مع إيران من شأنه المساس بالأمن الإقليمي والعالمي، مشددا على ضرورة قطع التمويل الذي تقدمه طهران إلى وكلائها في المنطقة. الجيش الأمريكي يعلن أن جندياً أصيب بجروح طفيفة في أعقاب هجمات صاروخية على قاعدة عسكرية في دير الزور بسوريا نفذتها ميليشيات موالية لإيران. رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا يدعو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى تسليم السلطة طواعية احتراماً لما قال إنها مبادئ ديمقراطية بالتداول السلمي للسلطة والخضوع لقرارات السلطة التشريعية. الدبيبة يرد على باشاغا ويطالبه بما وصفه توفير إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين. الرئيس الفرنسي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر 3 أيام، ويرافق وفد يضم حوالي 90 شخصية، بينما ستركز على مستقبل العلاقات بين البلدين بما يسهم في تطويرها لصالح الشعبين. وكذلك سيناقش الزعيمان موضوعات تتعلق بالمسائل الإقليمية وملف الذاكرة. علقت صحيفة جيروسلم بوست الإسرائيلية على الرد الأمريكي على الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعات موالية للحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور في سوريا. اعتبرت أن الضربة الأمريكية لوكلاء إيران في سوريا تكشف عن تغير في سياسة البيت الأبيض، مستندة بذلك على أن واشنطن نادرا ما ردت على عشرات الهجمات التي نفذتها ميليشيات إيرانية ضدها منذ أكتوبر الماضي. أكدت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن دعمها للسودان في مواجهة آثار السيول والفيضانات، قال السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى عقب الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي. قال إن الاجتماع شدد على المضي في دعم السودان وفق خطوات تنفيذية واضحة. تم الاتفاق على خطوات تنفيذية واضحة وسريعة من أجل مساهمة الدول العربية في هذا الجهد النبيل وبصورة سريعة وعاجلة تتفق مع عجلة الموضوع
كما تم الاتفاق أيضا على خطوات وأسلوب وضع هذه الأهداف موضع التنفيذ. وهناك بالفعل عدد من الدول العربية ومنها مصر والسعودية وقطر وغيرها قد أرسلت بالفعل عدد من المساعدات والطائرات والوسائل الأخرى من أجل المساهمة في التعامل مع هذا الموضوع. واتفقنا على ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات السودانية من أجل منع الازدواجية في المساعدات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وبصورة سريعة من أجل غوث ومساعدة أشقائنا وأهلنا في المناطق السودانية التي تعرضت لهذه المشاكل الطبيعية. من جديد، يعيش السودان كارثة السيول والفيضانات التي أسفرت منذ يونيو الماضي عن مقتل وإصابة العشرات وانهيار عشرات الآلاف من المنازل. هذه ليست المرة الأولى، إذ غالبا ما يواجه السودان فيضانات شديدة في مثل هذا الوقت من العام، بينما يبدأ موسم الأمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى سبتمبر مع مراقبة ذروة هطول الأمطار والفيضانات بين أغسطس وسبتمبر. كادت فيضانات أعوام 2020، 1988، 1946 من أسوأ الفيضانات التي عرفتها البلاد في تاريخها، ورغم التصريحات الرسمية التي تعتبر الفيضانات نتيجة متوقعة لهطول كميات كبيرة من الأمطار في المناطق التي يجري عبرها النيل، ربط البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيضان بسد النهضة. لكن وزارة الري نفت، كما يحدث في موسم الفيضانات كل عام تتجدد الانتقادات من قبل المواطنين والمعارضين للسلطات بفعل تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الضحايا والخسائر. يرى المنتقدون أن الأمر كان متوقعا، لكن الحكومة وكالعادة تبدو كل مرة وقد فاجأها الفيضان. مراقبون يعتقدون أن كارثة السيول تعكس فساد النظام خلال الأعوام الثلاثين الماضية، والتي شهدت تدميراً وفساداً وإهمالاً ممنهجاً. أشار هؤلاء لعدم وجود خطة لمواجهة أو لمجابهة الخريف، وانتقدوا عدم وجود ميزانية جاهزة للتصدي لمخاطر الفيضانات. سأل البعض عن سبب غياب سدود من شأنها حماية البلاد من الغرق، خاصة أن في السودان أنهار كثيرة تعتبر روافد للنيل. كما تحدث كثير من السودانيين عن عدم صمود البنية التحتية للبلاد وعن ما يصفونه بتجاهل النظام الحالي وقبله نظام البشير لأولوية تطويرها. أشاروا إلى أن أهم الأسباب التي فاقمت من حدة الكارثة هي تحطيم مصدات الحماية في القنوات الرئيسية ومصارف التنفيذ. وقد أنحى البعض باللائمة على ضعف البنية التحتية للسودان على العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد. يعني هذا ما غدد عليه معظم المناطق والأحياء هنا في محلية المناجل بولاية الجزيرة وسط السودان. المياه غمرت عديد القرى، نحو 95 قرية أتت عليها مياه السيول والأمطار. هذه النسبة من المياه لم تتناقص لأكثر من 10 أيام. كما تتابعون في هذا النقل المباشر لقناة الحدث، ما زالت المياه على حالها على الرغم من جهود هيئة الدفاع المدني ووزارة الطرق والجسور ومجهودات الجيش السوداني وعديد الوزارات ومجلس الدفاع السوداني. الدفاع المدني يواصلون في كبح جماح هذه السيول وهذه المياه الهادرة التي جاءت من الجزء الشرقي لولاية الجزيرة ومضت بعمق وبقوة بتيار مندفع نحو القرى التي تحاذي هذا الشريط على محلية المناجل. الآن هذه المناطق أصبحت مناطق متضررة، وصفت من قبل السلطات السودانية بأنها مناطق منكوبة ومناطق كوارث وأزمات. الوضع الإنساني جد مقلق، مئات الأسر الآن تعاني الأضرار. ينضم إلينا من الخرطوم عثمان التوم، وزير الري السوداني الأسبق. أهلا بك معنا معالي الوزير على شاشات الحدث وفي النشرة الصباحية. أنتقل أو أذهب معك إلى هذه الصورة التي كنا نعرضها منذ قليل. زميلي في وسط المياه تتوسطه بشكل كامل في مياه غمرت قرى بأكملها. تابعنا على مدار الأيام الماضية حجم الدمار الذي خلفته السيول والفيضانات، ولكن كل عام متوقع أن يكون هناك فيضان في السودان. ماذا عن البنية التحتية؟ لماذا في هذه المناطق وتلك الولايات تتأثر بشكل كامل؟ هل البنية التحتية، هل الحكومة عاجزة على مواجهة هذه الكارثة كل عام ببنية تحتية قوية؟
شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا يجب أن أهني المراسل على تغطيته الجيدة جدا لهذا الحدث. ومن أهم ما ذكروا إنه هذه سيول وليست فيضان. الفيضان للنيل هذا العام بسبب سد النهضة لم يكن هناك فيضان حتى اليوم. ليس هناك فيضان للنيل. الذي حدث في دنقلة في بربر وفي المناقل لا علاقة له البتة بالنيل الأزرق. هذه سيول أتت من مرتفعات معينة لنزول أمطار غير مسبوقة وانتحدرت نحو المدن كما ذكر مراسلكم. نعم. لذلك لا الكلام عن الفيضان يعني غير مناسب لأنه ليس هناك فيضان. أما موضوع البنية التحتية تدهورت فعلا البنية التحتية تدهور شديد جدا خاصة في مشروع الجزيرة بعد سنة 2005 عندما أخرجت وزارة الري من مراقبة المياه وإدارتها في المشروع. وكان هذا خطأ كبيرا على أثره تدهورت كل البنيات الأساسية لشبكة الري وشبكة المصارف. ولذلك لم تصمد أمام هذا الوضع المياه المتدفقة من هضبة المناقل إلى المشروع وحدث ما حدث. طيب ولكن تتذكر معالي الوزير أنه في 2020 أيضا شهد السودان موجة كبيرة من السيول والفيضانات أثرت بشكل كبير على ولايات بعينها وخلفت أضرار كبيرة في المنازل، سقط فيها كثير من يعني مات فيها الكثير، أصيب فيها الكثير. لماذا لم تستعد الحكومة منذ ذلك الوقت وقبل ذلك وحتى الآن بتعزيز هذه البنية التحتية في تلك الولايات لتكون قادرة على مواجهة هذه الكوارث سواء سيول أو فيضانات؟ نعم في 2020 صحيح كان فيضان، في الغالب هو فيضان، وعندما يحدث الفيضان عندما تأتي السيول تجد التروس التي بنيت لتحمي الناس والممتلكات من الفيضان، ولذلك يعني تصل إلى التروس وترجع إلى القرى والمدن ويحصل دمار كبير. هذا العام لأن النهر كان منخفض نسبيا مقارنة مع السنوات الماضية نسبة للتخزين الذي تم في سد النهضة، المصارف التي وجد الطريقة إلى النيل لم تؤثر خاصة في الخرطوم كانت واضحة جدا، لكن في الأماكن الأخرى لم تجد طريقة إلى النيل وبالتالي ارتدت على المناطق جنبها. السبب الأساسي أنه في السنوات الأخيرة خاصة في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة لم تعطى وزارة الري ما يكفي من الميزانيات، وهذه الميزانيات موقوتة يجب أن تكون في مارس وأبريل ومايو قبل الفيضان وقبل السيول حتى يتم تطهير المصارف والقنوات استعدادا للخريف وللفيضان. لا هذا لم يتم بصورة قوية وواضحة، ولذلك أنا أفتكر على أنه دي واحدة من الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الكوارث. طيب أنت أشرت إلى كارثة 2020 بسبب الفيضانات، نحن في 2022 وكارثة أخرى متعلقة بالسيول. هل تعتقد بأنه الحكومة الآن تعمل على يعني مواجهة هذه الكارثة إذا ما حدثت لا قدر الله العام القادم؟ هل تستعد لهذا أم أنها فقط تتعامل مع أثار السيول والفيضانات الحاصلة الآن؟ والله للأسف الشديد يعني هو الآن الوضع سيسوء أكثر لأنه البيئة ستكون سيئة جدا جدا وأمراض وأشياء كثيرة. الآن كل التركيز هو على محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت الحالي، لكن أنا أفتكر من واجب الحكومة أن تتجه لمثل هذه الأشياء وأن توفر المعينات حتى يتمكن المسؤولون في وزارة الري من أداء عملهم بصورة جيدة. كما ذكرت هذه الأشياء عندها مواقيت، إذا لم تتم في ميقاتها لن الإسعافات لا تخدم غرض.
يمكن نقطة أخرى يعني أحب أن أشير لها، يعني الظروف التي يعمل فيها المسؤولون في الري يعني ظروف يعني لا يحسدون عليها، والعنصر البشري يعني في حالة يعني بطون طامة زي ما بنقول نحن السودانيين، فيجب أن ينظر لذلك يعني نعم. العنصر البشري زائدا اللوجيستيكس كلها بتاعت العمل يعني نعم. وكل هذه يجب أن يلتفت عليها، وأتمنى أن يكون ما حدث درس للحكومة حتى تعمل على تصحيح هذا الأمر. نعم لذلك شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الخرطوم الوزير عثمان التوم وزير الري السوداني الأسبق، شكرا جزيلا لك. تسببت الفيضانات في مدينة فازلبور جنوب إقليم البنجات في فرار المئات من منازلهم التي تضررت بسبب ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة. ننتقل إلى زميلتي ماي هنا في غرفة الأخبار لنتعرف على نتائج التصويت على السؤال الذي كنا طرحناه عليكم، إليك ماي. شكرا لك ضحى. إذن السؤال الذي طرحناه أمس كان بخصوص استخدام أدوية تتعامل مع الجينات لعلاج كورونا. على تويتر قال 40% من المصوتين إنهم مع مقابل 60% ضد، أما النتائج على يوتيوب فكانت 72% من المصوتين لا يؤيدون مقابل 28%. إذن لا للتعامل مع الجينات في علاج كورونا. أنا توقعت أن يكون لا أعلى بكثير من هذه النسبة، هو طبعا أعلى بس توقعت أن يكون حتى أعلى من هذه النسبة، لأنه في كثير لا يعني لا يؤمنون أصلا باللقاح ولا يثقون بالتأكيد لأنه لم يأخذ فترة كافية من التجربة، وبالتالي كيف سيقتنعون بالتغير في الجينات أو التعامل مع جيناتهم. هذا صحيح، نسأل الله السلامة. صحيح، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. في سوريا تركيا بقطع المياه عن 1.5 مليون شخص في الحسكة ونصف المليون شخص في الحسكة منذ أكثر من شهر لتحقيق ما وصفتها بمآربها الاستعمارية وإفراغ المنطقة من سكانها. الإدارة ناشدت المجتمع الدولي وروسيا تدخل الفوري والضغط على تركيا لإعادة ضخ المياه وتلافي حدوث كارثة إنسانية. قالت إن قطع مياه محطة تعلوك المتعمد عن مدينة الحسكة وما حولها يعتبر جريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تركيا فإن الجفاف وسوء صيانة البنية التحتية جزء مهم من المشكلة. صار لنا شهر حتى الآن ما أجتنا ولا نقطة مي نتيجة ضعف الضخ من المصدر، ونعاني من الصبح يوميا عندنا هالبيدونتين نعبيهم حاجة البيت، وتشايف هالعمر هذا يعني بعد هاي معاناة واشيلهم على هالبيت واجباري بدنا نمشي ولا ما في غير هيك، ونعتمد على مياه الآبار من الجيران احيانا شايف شلون حتى نقوم بالغسل الشطف الى اخره مستلزمات البيت الاخرى، اما نعاني من الشرب احيانا
ما يقسموا يعني هون يعني عبونا الخزانات مره ومرتين وثلاثه بالنهار، ولكن تجمع سكاني كبير يعني ما يكفي. وقع عملنا عم نحفر ابار صار لنا اكثر من شهرين ثلاثه يعني بالموسم هذا. المياه اول كنا نحفرها الابار لل 20 25 متر، هلا صرنا نغمغ لل 70 75 متر. المية تطلع يعني صالحة للاستعمالات المنزلية فقط يعني غير صالحة للشرب. يعني صارنا ثلاثة أسابيع ما تصلنا مي. إحنا محافظة الحسكة يعني شلون أقول لك أستاذي، معاناة كثير مشان المي. يعني مو بس إحنا المطاعم، إحنا المطاعم كلها يعني استهلاكنا بالمي كثير. يعني مطعم هذا بده يستهلك مي وعم نستعمل يعني المي المعلب. من بيروت ينضم إلينا الباحث السياسي السوري خورشيد تالي. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي النشرة الصباحية. إذن تركيا قطعت المياه عن المصدر الوحيد والرئيسي لمياه الشرب لحوالي مليون شخص في الحسكة، هل تستمر تركيا في استخدام المياه كسلاح لتعطيش سكان الحسكة ولماذا؟ صباح الخير ضحى لك ولمشاهدي الحدث. هذه ليست المرة الأولى التي تقطع تركيا مياه محطة علوك عن مدينة الحسكة وريفها الغربي. لتوضيح الصورة للمشاهد، محطة علوك هي المحطة الوحيدة التي تغذي مدينة الحسكة. عندما احتلت تركيا هذه المنطقة تم إيجاد صيغة من التفاهم. بموجب هذا التفاهم كانت الإدارة الذاتية تقدم 3 ميجا كهرباء لتشغيل محطة علوك مقابل أن تبقى هذه المياه أن تتدفق نحو مدينة الحسكة. الذي حصل أن المجموعات المسلحة وبإشراف تركي يتم الاعتداء على أولا خطوط التغذية الكهربائية، وبالتالي حصل نقص وبدأت تركيا توقف المحطة بعدم وجود الكهرباء. هذا الأمر دفع بالإدارة الذاتية إلى رفع الاستطاعة من 3 ميجا إلى 8. رغم ذلك حصلت اعتداءات على مسارين، المسار الأول على خط طاقة الكهرباء والثاني على خطوط المياه. بالتالي يتم نقل المياه من محطة علوك إلى مناطق أخرى لم تكن موجودة في جدول الأساسي وبتحل حساب أهالي الحسكة. تصوري في هذا الصيف الحار مليون ونصف مليون مواطن لا يجدون مياه لشرب، كانت المياه تأتي كل 4 أو 5 أيام لمرة واحدة، الآن أصبح كل شهر لمرة واحدة وبكميات قليلة، وبالتالي واضح أن هناك استخدام سياسي لسلاح المياه كحرب ضد سكان تلك المنطقة. يعني لنضع المشاهد في مأساوية هذا الوضع أيضا، أن البعض لجأ أن تتحدث عن المصدر الوحيد لمياه الشرب لهذا الكم من الناس في تلك المنطقة في الحسكة، مليون شخص في الحسكة. البعض منهم لجأ لحلول لا تكفي الجميع مثل يعني حفر أبار سطحية للاستخدامات المنزلية. هل هذه ممكن أن تخفف من الأزمة؟ وهل يجب أن يكون هناك حلول حقيقية وعميقة لهذه الأزمة؟ سيدتي، كل الحلول البديلة إلى الآن فشلت. الإدارة الذاتية أنشأت قناة لجر المياه من نهر الفرات إلى الحسكة عبر الشدادة. بسبب طول المسافة وبسبب أساساً مياه نهر الفرات انخفضت بسبب حبس تركيا لها، لم تصل كميات المياه المطلوبة. تم حفر عشرات الآبار في منطقة السد التي هي قريبة من الحسكة، أيضا لم يتم إيجاد حلول. الحكومة السورية نفسها والإدارة الذاتية قامت بتنظيم قوافل لصهاري شاحنات المياه لتوزيعها على الأهالي من خلال تابعة الخزانات، لم يتم إيجاد حل لأنه أساسا الكميات قليلة جدا وعدد سكان كبير. المنطقة الوحيدة التي يمكن أن تشكل حل حقيقي هي فتح محطة علوق للمياه بشكل دائم.
كيف يمكن ذلك؟ حقيقة أمام هذه السياسة التركية وابتزازها واستغلالها واستخدامها كسلاح للمياه لا يمكن أن تفكير بحلول بسيطة، يجب أن تكون حلول باتجاهين أساسيين. الأول، أما تحرير هذه المنطقة واستعادتها من الاحتلال التركي وبالتالي تصبح تحت إشراف مباشر كي الصوت قطع قليلا، ولكن أنت كنت تتحدث عن من سيطرة تحييد تحت جهة ربما محايدة، نعم. وبالتالي هي التي تقوم بإدارة وإشراف ووضع آليات لتدفق المياه، وإلا فإن تركيا ستستخدم هذا السلاح أولا لتأليب أهالي سكان المنطقة ضد السلطات هناك وتحديدا الإدارة، ومن ثم دفع حالة من الفوضى والشباب إلى الهجرة إلى الخارج. وهناك تقارير تتحدث يوميا عن أكثر من 1000 شخص يهاجرون تلك المنطقة بسبب الظروف الصعبة، ويا للمفارقة عبر المنطقة التي نفسها أي مدينة رأس العين من خلال المجموعات المسلحة وبإشراف الاستخبارات التركية يتم نقل هؤلاء إلى الداخل التركي ومن ثم إلى اللجوء إلى أوروبا. طيب دعنا نبقى في نقطة التحييد، ماذا عن المجتمع الدولي؟ هل عجز المجتمع الدولي عن تحييد القضايا الإنسانية عن هذا الصراع العسكري في سوريا؟ أبدا، المجتمع الدولي فشل، وهنا تحديدا أتحدث عن الجانبين الأمريكي والروسي بصفة هؤلاء الجانبين هم ضامنين للاتفاقيات التي أو التفاهمات التي جرت في عام 2019. كلما تحدث حالة انقطاع للمياه الجانب الروسي يحاول التفاوض مع الجانب التركي، بعد جهود يتم فتح هذه المياه لمدة يوم يومين أو 3 ومن ثم تنقطع المياه مجددا، وهذا لا يمكن أن يشكل حالة دائمة لحياة ملايين الناس، حيث العطش، حيث الظروف الصعبة، حيث المناخ، حيث نحن في صيف حار جدا، وبالتالي لا يمكن أن يشكل حل. الجانب الأمريكي لا يعطي أيضا أهمية لهذا الأمر، ورغم استطاعة الطرفين ممارسة الضغط على الجانب التركي، ولكن حقيقة لمصالحهم مع الجانب الأمريكي لا يقومون بمثل هذا الدور. نعم. المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقدم شيء في هذا المجال. نعم. ولذلك المعاناة البشر تتضاعف بشكل كبير فيما يتم مواصلة تركيا واستغلالها لهذا الجانب من أجل تحقيق أجندة سياسية على حساب معاناة ومأساة ملايين البشر هناك. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي السوري خورشيد دالي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا. حذر برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي من تعرض عدد من دول الاتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر أخرى من الطقس الحار والجفاف، حيث تتعرض أوروبا لموجة جفاف واسعة أدت إلى اشتعال حرائق الغابات وجفاف الأنهار ودمار المحاصيل. تحت وطأة الجفاف والحرارة باتت تعيش معظم الدول الأوروبية مع تحذيرات من الأسوأ بحسب برنامج مراقبة الأرض، إذ أشار تقرير إلى أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي قد تتعرض لثلاثة أشهر أخرى من الطقس الحار والجفاف مما يضاعف أزمة الغذاء والطاقة. جفاف كبير طال القارة العجوز وحول أنهاراً حيوية فيها إلى برك مياه عادية وجعل غاباتها ساحة قاحلة بأشجار متفحمة. التقرير أشار أيضاً إلى أن الجفاف قد يطال في الأشهر القادمة دولاً خارج الاتحاد الأوروبي كبريطانيا وصربيا وأوكرانيا ومولدوفا. برنامج مراقبة الأرض حلل الأسباب وتوصل في تقريره إلى أن نقص الأمطار وموجات الحر التي شهدتها أوروبا منذ شهر مايو أدت كلها إلى انتشار طقس جاف وانخفاض مستويات الأنهار. نقص المياه والإجهاد الحراري أديا أيضاً إلى تراجع المحاصيل الأوروبية، مع العلم بأن بعض المناطق ساعدتها الأمطار الأخيرة التي سقطت في شهر أغسطس الجاري. خبراء يتوقعون أن تشهد القارة الأوروبية أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، لكن أوروبا ليست وحدها، إذ إن انتشار الجفاف بات يطال شرق أفريقيا وغرب الولايات المتحدة وشمال المكسيك. أعلن لبنان أن أكثر من 1,500,000 سائح قدم إليه من 3 دول يتصدرها العراق. قالت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن السياحة شهدت نوعا من الازدهار، ومن المتوقع أن يساهم 1.5 مليون سائح في إدخال زهاء 4 مليارات من العملة الصعبة. يذكر أن العراقيين ليس لديهم خيارات كثيرة للاستجمام خارج العراق سوى بعض دول الجوار.
هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. أفغانيات يفتتحن مكتبة في كابول من 1000 كتاب لمواجهة العزلة. في الحروب تسقط كل المعايير، تظهر المصالح وتنتظر النتائج التي قد تدوم لسنوات. فهل نشهد تاريخا مختلفا ومستقبلا يسكنه الغموض؟ وهل نحن نمر بأخطر أزمة في العصر الحديث؟ تابع الأخبار بكل أبعادها، عسكرياً، اقتصادياً وسياسياً. كيف يقرأ المشهد؟ إعلان منطقة حظر الطيران من موسكو. مراسل الحدث، هنالك توافق كبير جداً. ما تريده روسيا أبعد من حدود أوكرانيا. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا بكم. افتتحت ناشطات في مجال حقوق المرأة في أفغانستان مكتبة في كابول على أمل توفير واحة للنساء التي تتزايد عزلتهن عن التعليم والحياة العامة في ظل حكم حركة طالبان. جوليا بيرسي إحدى مؤسسات المكتبة قالت إن لها هدفين: الأول الفتيات التي لا يستطعن الذهاب إلى المدرسة، والثاني للنساء التي فقدن وظائفهن وليس لديهن ما يفعلنه. تضم المكتبة أكثر من 1000 كتاب، منها روايات وكتب مصورة، بالإضافة إلى كتب عن السياسة والاقتصاد والعلوم، ومعظم الكتب تبرع بها معلمون وشعراء ومؤلفون. قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن امتنع عن استقبال مكالمة طارئة من رئيس الحكومة الإسرائيلية يائيل لابيد، إذ رد المسؤولون في البيت الأبيض بأن الرئيس في عطلة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعمل على ترتيب مكالمة هاتفية بين الاثنين منذ أيام. كما ليس من المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانس الذي يطير إلى واشنطن للقاء نظير الأمريكي لويد أوستن حسب القناة. في الأثناء ذكرت مصادر الحدث أن مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هو من يدرس الرد الأمريكي على الملاحظات المتعلقة بصيغة الاتفاق النووي. أكدت المصادر أنه إذا أقر مجلس تشخيص مصلحة النظام الرد الأمريكي فإن توقيع الاتفاق النووي سيكون في 5 سبتمبر. كانت الخارجية الإيرانية أعلنت تسلمها الرد الأمريكي على الملاحظات التي أبدتها على النص النهائي للاتفاق النووي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران بدأت دراسة الرد الأمريكي بدقة وستبلغ رأيها للمنسق الأوروبي. لكن مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريحات خاصة للحدث قال إن أي اتفاق نووي سيتم مع إيران لن يمنع واشنطن من محاسبة طهران بشأن أنشطتها الإرهابية. طالب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي طلب إيران بالاستجابة لكل مطالب المنظمة الدولية للطاقة الذرية والخاصة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية.
هذا فيما قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده وإيران أقرب من الاتفاق من ذي قبل، لأنه أكد أن الرئيس بايدن لن يوافق على أي اتفاق لا يخدم الأمن القومي الأمريكي. نحن الآن نرى أن نحن أقرب من الاتفاق من كنا منذ تقريبا أسبوعين، إذن نحن الآن سنستمر في تواصل مع الاتحاد الأوروبي وكل الشركاء الأخرى في المجموعة 5+1، وسنستنى الرد من إيران. الرئيس بايدن هو لن يوافق على أي اتفاق إذا هذا الاتفاق ليس في مصالح ومصالح الأمن القومي الأمريكية. الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات عن الحرس الثوري. بالنسبة لكل العقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، هذا ما نناقش مع الاتحاد الأوروبي، مع المجموعة 5+1 ومع الإيرانيين. الآن لزميلة مي المهندس هنا في غرفة الأخبار لنتعرف على هذا المصطلح مجلس تشخيص مصلحة النظام. معك مي. نتعرف على مهام المجلس معنا. مشاهدينا، مجمع تشخيص مصلحة النظام أو مجلس تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران، وهو الهيئة الاستشارية العليا للنظام، حيث تنص المادة 112 من الدستور بأن تشكيل المجمع يتم بأمر المرشد. يعتبر المجلس أحد أجهزة الحكم في إيران، وهو هيئة استشارية أنشئت في 6 فبراير عام 1988. يؤدي دور الحكم الفيصل في نزاعات البرلمان ومجلس الصيانة صيانة الدستور، وتصبح قراراته بشأن خصوم الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد عليها. تتبع له لجان خاصة تعمل في مجالات السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد وغيرها. يعين المرشد أعضاءه الدائمين والمتغيرين أيضا، ما عدا رؤساء السلطات الثلاثة الذين ينضمون للمجمع بشكل تلقائي. ويتكون المجلس من 31 عضوا ومدة الدورة في 5 سنوات، وهو يدرس حاليا الرد الأمريكي على الملاحظات المتعلقة بصيغة الاتفاق النووي العالق بين طهران والولايات المتحدة. إذن هذه هي مهام المجمع الإيراني كما أسلفتي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك ضحى. إلى مصر، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن عدد حالات الطلاق سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي في 2021، وذلك مقابل زيادة طفيفة في عدد حالات الزواج خلال الفترة نفسها. يعزو مختصون زيادة حالات الطلاق وتراجع زيادة عدد الزيجات للضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة كورونا، لكن للأزمة جانب آخر وفق المختصين هو تراجع معدلات الإنجاب، لا سيما مع تنامي الضغوط الاقتصادية. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية. صباح الخير وأهلا بك معنا في النشرة الصباحية. أبدأ معك طبعا بأسباب صباح الخير أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر هذا العام مقارنة بأعوام سابقة، وفي نفس الوقت يعني حالات الزواج تقل عن أيضا أعوام سابقة، لكن خلينا في الطلاق. شوفي إحصائيات الجواز والطلاق في كل المجتمعات بتتغير لأسباب عديدة جدا، منها تغير الثقافة، الأوضاع الاقتصادية. الثلاث سنوات اللي مضت إيه اللي مر بمصر جديد
زود الاتجاهات ديت هو موضوع كورونا، عمل تأثيرات اقتصادية خلت قطاع السياحة قطاعات عديدة تتأثر بهذا الموضوع، فطبعا عمل ضغوط على الزيجات القائمة، وده أدى إلى ارتفاع يعني معدلات الطلاق، وأيضا أثر على معدلات الزواج، وأيضا أثر على معدلات الإنجاب، وده يمكن حاجة كويسة بالنسبة للاقتصاد المصري. وأعتقد أن مع أزمة أوكرانيا كمان هنجد أن الأرقام دي هتزداد أيضا في الارتفاع، سواء معدلات الطلاق أو تراجع معدلات الزواج، وده يمكن ينفع الاقتصاد المصري على المدى الطويل. لكن هل السبب اقتصادي بس؟ 2050 مصر المفروض تبقى 160 مليون. هل السبب اقتصادي فقط؟ التاني؟ هل أسباب هل سبب طبعا في عدة أسباب بالأساس؟ لا طبعا في عدة أسباب عديدة، لكن الاقتصاد طبعا بيلعب دور جدا في أنك أنت تعملي أسرة، تشتري بيت وتسكني وتواصلي دعم الأسرة، وأيضا بيؤثر في استمرارية الزواج، عامل مهم جدا. لكن طبعا في عوامل اخرى بتلعب دور، لكن في الثلاث سنوات الاخيره كان اهم عامل العامل الاقتصادي، لكن طبعا في عوامل اخرى. عندي مثلا ادراك ناس كثيره جدا ان هم مش هيستمروا في زواجه فاشله، وده مهم جدا. الحركات النسائيه انتشار مفهوم المراه القويه المستقله ماديا، اقصد بالظبط. وحتى كمان بعض يعني الناس كانت بعضك فاكرة ان انا المشكلة اقتصادية ان انا ما اتجوز، لا، في ناس عندها الاموال انها تتزوج وتفتح بيت، لكن عندها ادراك ان مؤسسة الزواج فيها مشاكل، انها مش هتبقى مبسوطة، اخويا مش عارف عانى من ايه، اختي حصل لها ايه، صاحبتي حصل لها ايه، فطبعا انا بقرر انا مش اللي دخلني مؤسسة الزواج ديت، انا عندي حياة مستقلة، ممكن ابقى عندي علاقات من غير جواز، ممكن اتجوز الريسيفر والبورنو سايتس، واحنا عندنا مصر رقم واحد هي وباكستان في زيارة مواقع البورنو، فدي بردك نوع من البدائل اللي اتعملت، فده بردك بيأدى لتراجع. فكرت كمان بحاجة مهمة، تعدد الزوجات في مصر تراجع ل1%، يعني ناس بتعتقد رغم انه قانونا مسموح ان اتجوز 2 و3 و4، الممارسة بسبب الاوضاع الاقتصادية، وعي المرأة انها مش هتقبل تتجوز واحد، هيتجوز 2 و3 و4، بقت 1%. ومش بس في مصر، أغلب الدول العربية ابتدى في تراجع في موضوع التعدد الزوجات. هل ممكن يكون في نظرة إيجابية لموضوع نسبة الطلاق في مصر، أنه مثلا نسبة الإنجاب أيضا ستقل؟ ودائما يعني الاقتضاد السكاني عبء على مصر واقتصادها. شوفي، كل ما بيزداد التعليم بيبقى فيه إدراك مسؤولية إن أنا هتجوز وأخلف، هل أنا عندي أموال للتعليم، إن أنا أخلي بالي منهم، أرعيهم صحيا، أقدم لهم كل الخدمات، كل ده بتخديف الاعتبار في موضوع الإنجاب، بالذات في الطبقات المتوسطة والطبقات المتعلمة. طبعا لسه في الطبقات الدنيا في الريف والمناطق العشوائية لسه ما عندهمش الإدراك دوت، وممكن تسمعي حاجات من هذا النوع، يخلف 4 5 وعايز يتجوز كمان واحدة كمان، فطبعا هذا موجود. لكن بصورة عامة أو الاتجاه العام هو تراجع هذه المعدلات في العالم، في مصر والعالم العربي بصورة عامة. هل تتوقع أنه تزداد في الفترة القادمة سواء حالات الطلاق أو يعني حالات الزواج أيضا؟ كان في لافت في سنة في عوام في مصر أنه حالات زواج مبكر من كل الطبقات في الحقيقة الاجتماعية، ليس من طبقة واحدة. شوفي، أعلى معدل للطلاق بيبقى في السنة الأولى من الجواز، لأن الزوجين مش عارفين يتعودوا على الحياة الجديدة. بعد سنة أولى لحد السنة الخامسة بتتراجع المعدلات، بعد الخامسة بيبقى صعب جدا يحصل، إلا إذا بقى حصل مراهقة متأخرة أو مشاكل غير متوقعة. بالنسبة لمعدلات الزواج طبعا هتتراجع
بسبب موضوع أوكرانيا، لأن أوكرانيا مأثرة اقتصاديا على كل العالم وطبعا مصر من ضمنها. فطبعا مع تراجع قيمة الجنيه المصري، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجار، هيبقى من الصعب أنك أنت تتزوجي لأن معيش فلوس، ما عنديش أقدر، أو هيتأجل. وكمان حتى لما هيتزوجوا مش هيبقى بيستثمر في معدلات ضخمة من الإنجاب، مش عايز أخلف 2 أو 3 أو أخلف على طول. يعني الطريقة التقليدية في المجتمعات العربية إن بعد 9 شهور من الزواج لازم يكون فيه إنجاب، مش لازم دلوقتي، يعني ممكن تقعدي 2 3 لحد ما الأوضاع تستقر اقتصاديا وبعدين تقرري هل إحنا عندنا الإمكانية إن إحنا نرعى طفل ولا لأ أو 2 وهكذا. والحكومة المصرية بتروج لطفلين لكل أسرة، مش زي زمان بقى الموضوع كان مفتوح، وبقى في نوع من الضغوط على الدعم للأسر ديت. ولو حصل اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي من ضمن اشتراطاته خفض الدعم، وده هيؤدي كمان ان الناس اللي كانت بتخلف عدد ضخم جدا من الاطفال ومعتمدين ان في دعم مش هيلاقوا الدعم ده زي الاول. معتمدين ان في دعم، ولا كالمقوله الشهيره ان كل طفل بيجي برزقه؟ طبعا المقولات دي طبعا بتواجه الان تحديات من الاعلام ومن برامج الدوله المصريه ضد موضوع الانجاب الغير مسؤول، فطبعا ده بيأثر. وهم دلوقتي السياسه هي طفلين لكل اسره. شكرا على وجودك معنا دائما دكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعه الامريكيه، شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهره. طريقك أمان، مبادرة أطلقتها مصر لدعم العاملين في قطاع خدمات التوصيل الدليفري عبر توفير أشكال متعددة لحمايتهم ودعمهم في عملهم. قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن المبادرة تهدف إلى رعاية وحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل أو عمال الدليفري وتحقيق السلامة والأمان الأسري لفئة من أهم فئات القوة العاملة المصرية وأكثرها انتشارا، وذلك في وجه ما تتعرض له تلك العمالة وأسرهم من مخاطر أثناء مزاولة عملهم. كما تستهدف المبادرة وفق الوزارة توفير مئات الآلاف من فرص العمل بقطاع خدمات التوصيل عبر الاستفادة من حزمة من خدمات الحماية الاجتماعية التي ستشمل بجانب خدمات التغطية التأمينية وخدمات التأمين الصحي الشامل توزيع خوذ حماية شخصية. في سابقة من نوعها، استحدث رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابيا في حكومته أول وزارة تعنى بأشهر مشروب في العالم، كما أن هذا المنصب الوزاري يعتبر الأول على مستوى العالم ولم يشهده أي تشكيل وزاري من قبل. الهدف الأساسي من تأسيس هذه الوزارة هو رفع معدل الربح السنوي من تصدير قهوة بابوا غينيا الجديدة بزيادة عدد الدول التي يمكن أن تكون أسواقا محتملة. نشرت وكالة ناسا تسجيلا لصوت قادم من ثقب أسود يقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخراج هذه الموجات الصوتية وجعلها مسموعة.
إلى زميلة مي وسؤال جديد للتصويت عليه. معك مي. سؤال الغد من عندنا من السودان. تفضل. إذن سؤال الغد الذي ستجدونه اليوم على حساباتنا في تويتر يقول: هل كارثة فيضانات السودان طبيعية أم أن وراءها إهمالا؟ كما ندعوكم إلى المشاركة في التصويت على حسابات الذي نشرناها على الحدث في يوتيوب. أما الآن مشاهدينا فدعوني أذكركم بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يعلن تسريح 4 جنود اعتدوا على فلسطينيين، ورئيس الأركان يصف الحادث بالخطير. رقم صادم لعدد حالات الطلاق في مصر، والمتهم كورونا. ضحى، أبرز العناوين السياسية. معك ويومك سعيد. شكرا مي، يومك سعيد. جيروسلم بوست تقول إن سياسة البيت الأبيض تجاه وكلاء إيران تغيرت بعد الضربة في سوريا. القناة 13 الإسرائيلية تقول إن بايدن لم يرد على مكالمات لابيد وأن أوستن لن يلتقي غانس في واشنطن. ختام النشرة الصباحية لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.